انتظرونا على قناة زهرة العرب مع أماني مأمون وبرنامج أصل المميز. أصل المميز كل خميس الساعة 5. أهلا وسهلا بكم كل مستمعيني في راديو زهرة العرب وبرنامجكم أصل المميز. كل حلقة هحكي لكم فيها أصل حكاية أم، والنهاردة هحكي لكم عن أم ترتر. أم ترتر دي اسمها الأصلي نفوسة الشهيرة بأم ترتر، كانت ساكنة في حواري كرموز، ومعروف عنها أنها لمؤاخذة ست لسانها طويل ومفترية حبتين وفرش الملاية ملهاش مثيل. أم ترتر مخلفتش ترتر ولا حاجة، هي كان عندها إسماعيل وإبراهيم ونبوية. ترتر ده كان اسم الشهرة لأنها كانت اسم الله عليها عايقة كده في لبس الجلاليب والمناديل اللي بترتر، عشان كده سموها أم ترتر. وكان جوزها المعلم علوان أبو إسماعيل عربجي حنطور قد الدنيا. أم ترتر كانت ست بيت شاطرة ولهلوبة، ساكنة في بيت عبارة عن دور واحد، منه بيت ومنه عربخانة لحصان وعربية المعلم علوان. البيوت اللي حواليها كانوا دورين وتلاتة، عاملة هي فوق السطح بتاعها مزرعة فراخ وبط، مفيش ولا ديك ولا دكر بط، وسايباهم كده سرحين على السطح. بيعملوا ايه؟ بيلاغوا ديوك الجيران وذكرة البط برضو بتاعت الجيران. الحب ما قتل، حتى في الفراخ والبط برضو ديوك الجيران كانت تنط على سطح أم ترتر. الديك اللي كان ينط أو ذكر البط على سطح أم ترتر مفقود يا ولدي مفقود، وعلى طول يبقى أجدع عشوة للمعلم علوان. وكانت خبرة اسم الله عليها في إخفاء أثر الديك تماما من ريش وخلافه، واللي كان يضيع لها ديك وتسأل الجيران يردوا عليها بصوت واطي ويقولوا لها عند أم ترتر ربنا يعوض عليكي. عشان أم ترتر لو سمعت تخلي فردة الشبشب أعلى منهم. مش بقول لكم كانت ست مفترية، كانت رية وسكينة بتاعت الفراخ. ومن هنا طلع المثل الشعبي عند أم ترتر، بيدل طبعا على استحالة إنك تلاقي اللي بتدور عليه رغم إنك عارف ومتأكد مين اللي خده. مستنوني الحلقة الجاية وأصل المميز. أماني مأمون.